إذا تسمح لي، موضوع جدا مهم، وربما أنا ما أتأمل من هذا الحكومة نفسها كشخوص مسؤولين عدل اللي موجودين الشرفاء اللي ما يقدرون ينفذون مهام اليوم والأمن الوطني ينفذ ويوصل ليها للقضاء، القضاء ما يقدمها. اليوم مسؤولية الأمن الوطني يوصل ملف فساد للنزاهة، النزاهة ما تحرك هاي الشكوى. اليوم ملف فساد يوصل للدعاية العام ما تحرك شكوى به. أنا اليوم إذا أنت تقول أنا شريف فأكو غيرك مو شريف اللي ما يكمل المجرى اللي أنت تبدي فيه. هذا موقف عقيم بهاي الفترة. اليوم 20 يوم مرقد الحكيم اللي انصابوا عدد من الشباب وخمسة أيام متوالية بهذا الموقف أكو كاميرات ترصد اللي بداخل ساحة النجف اللي هي مسؤولية الأمن الوطني، كاميرات ترصد وتحركات كل الأشخاص، والخمسة أيام أكفت لنا أنه حتى صور الأشخاص أظهرناها للعدالة وأظهرناها للقضاء، لا صدرت أوامر قبض ولا صدرت منع سفر ولا مسكوا بالجنات، بقت انه داخل العب من جو العباء على ما يقولون، صارت فصولات عشائريه من جهه معينه تفصل الشهداء حتى لا تصير فتنه زايده. على لا تسمح لي. بالنسبه اللي حدث بساحه الصدرين، ما لي علاقه باللي دخل مثل ما لي علاقه باللي قتل. الامن الوطني يعرف لك اللي قتل منه والكاميرات موجوده على ساحه الصدرين. عنده مطالب اليوم منظومة مجلس النواب منظومة عقيمة جاي تستهزئ بالشعب العراقي بشكل واضح، وآخر دليل أنه تهميشهم بالجلسة الأخيرة العدد ما يكفي أنه يكفون للتصويت، وبقوا يهمشون واحد والشخص الثاني حتى تكون عندنا المحاصصة. اليوم إذا أريد فزعة من عندك تفزع لي بتغيير نظام، تغيير نظام ربما يكون صعب، لكن إذا التقوا الشرفاء اليوم أنت وأستاذ عبد الوهاب الساعدي وشخصيات معينة تقدر تلتزم بذمة العراق مستقبل. اليوم صار لنا سنة كاملة، شنو اللي دفعنا؟ وأنت أنت بالناس أطياب وبنجوات تعرف أعلى أعلى غاية الجود التضحية بالنفس، والشباب لما يضحي بنفسه ما عنده شيء خسره نهائيا، واستمرارنا لمدة سنة كاملة ما خلينا عن فراغ، خلينا عن مبادئ، أهداف، ثورة، قناعة أنه مصير العراق بيد ثوار تشرين. وخلي تكون معلومة توصل رسالة إذا مو من جنابك من خلال الإعلام، أنه في حال بقاء هذا التهميش اللي هو طبعا مو وليد اليوم، وليد سنة كاملة، وليد 17 سنة، في حال بقاء التهميش هاي الشباب اللي انتم اساسا تعرفونهم قمة بالوطنية وقمة بالغيرة ويفكرون نفس ثورة الامام الحسين اللي هي بدت على التغيير والاصلاح ورفض الظلم والطغيان، راح نكون يوم 25/10 بموقع كلش مهم بالنسبة للدولة، تنتهي شرعية الدولة. يا اما الشباب تخسروهم، هاي ترى الوطنيين مرات يقول حينما تنتهي المعركة ويخلد الشهداء الى النوم تخرج الجبناء من الازقة تحدثنا عن بطولاتهم، بطولاتك مشهودة، بس احنا الشباب كل النظيف وكل الشريف عنده مبدأ من المرجعية، من يستشهد ينال الشهادة، وموقفنا يوم 25/10 راح ممكن الدخول للخضراء ينتهي كل الموقف. تستدركون الوضع هاي الفترة. اليوم عندنا علي جساب من العمارة مغيب بالنسبة للأمن الوطني يقدر يوصل، سجاد العراقي مثل ما تعرف انت بالناصرية تهديدات علنية. اليوم سيد أحمد الحلو الرجال ورا فترة مدة طويلة يلا عرفنا انه الرجال معتقل وليس مختطف وأمننا. ليش؟ عندنا عدالة، اسمح لي، عندنا عدالة، عندنا إيمان بعدالة القضاء العراقي، إنه إذا موجود معتقل يعني الرجال حي يرزق، بقت دفاع وأدلة وإثباتات أدلة بالمحامين والمحكمة وتبين القضايا والحوادث وتنطي جزاء. بكل الأحوال إحنا نستجيب، لكن يا أستاذ العزيز القمع اللي صار والتهميش اللي صار والإبادة الجماعية اللي صارت أنت وكل شريف ما يرضى بيها، ولو عدنا حقوق إنسان ومنظمات دولية ويونسيف وكل ما شابه ذلك، القتل والقمع الجماهيري والإبادة الجماعية بوقت عادل عبد المهدي كان صار تدخل وجوب الحقوق الإنسان، لكن خل تدفعنا الغيرة إحنا على بلدنا ونوقف هذا الانتهاك عند حده. اليوم أوقف ويا كل شريف والتمس ويا كل شريف، وخلي إيدك بيد كل شريف كمل المسيرة، السوف ونفعل ونبقى ونصمد. أنا اليوم ثق بالحسين لكل الشباب الموجودين، المبدأ الحقيقي هو الوطن، الدفاع الحقيقي عن الوطن، المبدأ واضح أنه شوفه. بس خلي أوضح لك، أنت عندك رجال كانوا بوقت من كنت بالجهاز الثاني اللي هو بالسواتر، هاي الشباب اللي تواجه الرصاص بصدر عاري، أمانة الله عليكم أنتم بها صلاح، مو حسبالك بهاي لعبة الموجين الظلم ما يخافون من الموت؟ لا والله،
ليش اضحي بيهم واموتهم؟ وخلي تكون معلومه لكل الجهاد، احنا درسنا دراسه حقيقيه وما نتعلم ولا نعيد الخطا. سنه كامله خسرنا بيها 800 شهيد، سنه كامله خسرنا بيها اكثر من 25000 جريح، هاي السنه ما راح نعيد نفسه والا راح تكون الصفر. لو نكون 800 شهيد بنفس اليوم ونغير نظام، لو هالمرحله نهائيا ما راح تبقى. الموقف السنه الجايه اللي هي راح تبدي يوم 25/10 راح تكون حاسمه، حسبوا لها وخلوا حذر. واحنا ولدنا انتم حريصين علينا، اكو مطالب بسيطه اللي هي محاسبه قتله المتظاهرين بالقدر الامكان، ما راح تحاسب للكل هاي فتره قياسيه. قانون انتخابات بالدوائر المتعدده حتى انطي شرعيه للحكومه الجديده وللناخب قناعه انه راح ينتخب نزيه ويتحول شخص وطني ياخذه، مو تريد بزون اخذ وتريد واخذ نفس الحاله. اليوم الدوائر الانتخابيه اللي جاي تعرضون عليها مجلس النواب هي على مود من؟ على مود المال السياسي والنفوذ يكملون بها، والله خوفهم من الدوائر المتعدده حتى لا يصعد الوطنيه وينتهي نفوذهم. هذا الامر اريده من عندك. قانون الانتخاب المفوضيه، المفوضيه المدراء العامين تسعى له وتوصل للرئيس وزراء وتوصل له هاي الرساله، قل له مدراء عامين مفوضيه انتخابات يتغيرون ويثبتون بالاصاله، وتاخذ المفوضيه على عاتقها قاضي واحد ويا كل محطه في حال تعدد المحطات وباشراف اممي حتى اعطي اطمئنان انه ما راح يصير تزوير، وعملون انتخابات مبكر حتى نعرف انسان ديك انسان دي الشريف نوقف ويا واحد مو مدينة. ترى التعب اللي عندنا ما صار عند شخص. تفضل استاذ عصام. ما دوختك ان شاء الله، هذا مطالب كمطالب متظاهرين. مو مطالب. لا هذا شو؟